إلى هنا تنتهي رحلة الأسود في مونديال قطر 2022. من كان يعتقد أن المنتخب المغربي سيخوض 7 مباريات في نهائيات هذه البطولة العالمية رفقة كتيبة وليد الرجراجي المدرب والناخب الوطني الملتحق قبل 3 أشهر من انطلاق فعاليات نهائيات مونديال قطر 2022 في انتظار إنجازات أخرى ربما إفريقية أو عالمية؟ لما لا؟ أترككم مع هذه الصور وأرى المغاربة في أداء المنتخب المغربي في مباراة الترتيب ضد كرواتيا. تبارك الله على اللعابة ديالنا، لعبوا زوين واخا كانوا مرادين وكل شيء، والحكم هو اللي كان كيجي من صف ديك المرة جا من صف فرنسا ودابا من صف كرواتيا، والحمد لله الحمد لله حنا فخورين بهم. ربحنا فريق زوين وما كناش كنتوقع غادي نوصلوا للفينال ان شاء الله، وماشي مشكل. وكنقول الدراري برافو عليكم، فريمون لعبتوا من نيتكم وشكرا بزاف. الحمد لله كانت معادلة زوينة والدراري تقاتلوا بها الحمد لله، وكنشكروا المدرب وليد الركراكي على هذا يعني هذا الانجاز اللي دخلنا للتاريخ وشحال من حاجه. الصراحه المقابله كانت زوينه واللعابه شرفونا، وكما تنقول ديما مغرب حنا تنموتوا على المغرب. وليد الركراكي تبارك الله على الجميع باش عقدتنا مع بحال هذا المدرب، وان شاء الله نتمنوا منه كاس افريقيا ان شاء الله يجيبوه لينا ان شاء الله، ونفرحوا ونشكر اللاعبين كاملين من اللاعبين لاعب البطوله اللي ما كانوش متوقعين عطاو واحد العطاء في الكوب دي موند، مثل اشرف داري، جواد ياميق، بدر بانون، يحيى عطيت الله، والحمد لله وحنا ان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله. كانت مباراه اللي هي جد مشرفه رغم انه يعني خرجنا بهدفين مقابل هدف واحد، حنا اليوم ما كنعتبروهاش هزيمه انما هي نتيجه كما قلت جد مشرفه، لان طيله هذه المباراه المنتخب المغربي كان يعني كيحاول انه يسدد يعني عده اهداف يعني في المرمى ديال مع كرواتيا، لكن ما سعفناش لحد هذه المره. كنتمنوا انه في محطات اخرى انه المنتخب المغربي يسعفوا لحد باش انه يوصل للمراحل اللي هي جد متقدمه، ونشرفوا كره القدم يعني على المستوى لا المغربي ولا الافريقي ولا العربي.